شكرا فخامة الرئيس. شكرا مرة أخرى على هذه الضيافة الرائعة وعلى استقبالنا جميعا أصدقاء مصر هنا في القاهرة اليوم. إن مصر كان دوما شريكا هاما وبالغ الأهمية لأوروبا في عدة مجالات، وأنا سعيد أننا استطعنا ترفيع العلاقات إلى مستوى أعلى عندما زرتكم في القاهرة في إبريل الماضي. شعرت بأهمية إبرام اتفاقية للتعاون المشترك ما بين مصر والاتحاد الأوروبي. كان هذا من أهم أولويات الأجندة السياسية للنمسا في العام 2018، ربما تتذكر هذه المحادثات. وأستطيع القول أننا وصلنا إلى هذه الاتفاقية لهذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي، واستطعنا أن نوجد حالة يفوز فيها كلا الطرفين. أولا أود أن أتوجه لك بالشكر سيد الرئيس وكذلك سيدة رئيسة المفوضية الأوروبية على هذه القيادة الرائعة، وأود كذلك أن أجدد امتناني لك فخامة الرئيس السيسي لاستضافة هذا الكم الهائل من اللاجئين في مصر والتأكد من عدم وجود أي مراكب لتهريب الأشخاص من مصر إلى البلدان الأخرى. وعندما نظر في هذه الاتفاقية لا ينبغي فقط أن نركز فقط على موضوع الهجرة والتنقل بالنسبة للعمالة الماهرة، ولكن ينبغي أن نساعد في خلق الفرص لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالاستثمار والهيدروجين الأخضر، هيدروجين الأخضر والتكنولوجيا. والآن أتحدث عن الحرب بين إسرائيل وغزة. أود أن أجدد امتناني لفخامة الرئيس السيسي على مساعدتك وعلى كل المجهودات المبذولة صوب الوضع في غزة، بما في ذلك إجلاء الأجانب من غزة إلى مصر. إن مصر شريك حيوي لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للبقاء على قيد الحياة في غزة، ونحن نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي بعدما أثبتت حماس هجومها الإرهابية على إسرائيل في 7 أكتوبر، ولكننا قلقون إزاء الوضع الإنساني في غزة والأعداد الضخمة للمدنيين الذين تعرضوا للوفاة والإيذاء والإصابات. كنا نتمنى أن نحقق هدنة إنسانية وإطلاق سراح الرهائن قبل رمضان. إن إطلاق سراح الرهائن إنما يبقى أولوياتنا الأولى. شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة.